لا استحيل بين قدميك ارتمي. أصدر الفنان الكبير كرم ساهر ألبوم جديد مع الحبة بعد غياب دام 8 سنوات عن الساحة الفنية، ما أثار حماس جماهيره في العالم العربي وهم ينتظرون بفارغ الصبر. يعتبر هذا الألبوم خطوة جديدة ومميزة في مسيرته الفنية الطويلة. نحكي على كرم الفنان، مو بس كألبوم هو، بس لأنه هو نحكي على كرم الفنان. كرم من ألبوم مع الحب أنا أشوفه نقلة موسيقية صراحة، مثل ما تفضل الأستاذ الحسن اللي عاش أبو سام هو اللي بدأ عنه هذا الألبوم، فنشوف احنا طابع الحسن اللي طاغي عن الألبوم. وصراحة يعني الألبوم أنا أشوفه من الناحية الموسيقية إنه كرم يعني عروني بلكن عبر سنين وبوقي بقية المطربين ارتقى ارتقى صراحة يعني من أول ما سمعت الألبوم وأنا قلت ما يعني مو ذاك الألبوم، ورا فترة سمعت قلت حلوة، مراتي بصدري حلوة، وراها لا تسألي حلوة، وراها رقصة عمر يوميا ولا تتجدد عندي أغنية كل أسمع وحدة ورا وحدة وحدة ورا وحدة. هو من سر رابطة كاظم ساهر وما بين مع الحب بال 2024 راح تشوفون في المراحل يعني مراحل كبيرة، يعني كأنما كاظم ساهر بعد 4 عقود من الزمن يعطي تجربة دسمة جدا، تجربة بها عمق. الشيء الملاحظ في هذا الألبوم يعني كاظم ساهر ما له علاقة بما يقدم من أغاني، هاي الأغاني البسيطة بها إسفاف وبها ابتذال وكلام شوارع رخيص ما له علاقة بالموضوع تماما. أبو قيصر الذي لم يجعل نهر المشاعر بنا تجف يوما وقد روانا منها منذ سنين طويلة وإلى غاية الآن، لقد عاد لجمهوره لكي يقول ها أنتم صبرتم وجئت لكم بأعظم كنز لي. فبعد سفره لمدة 8 سنوات بين المحيطات الموسيقية وأوطان القصائد جاء إلينا محملا بأغاني أسطورية سوف يخلدها التاريخ وإلى الأبد. وامتزجت موسيقاه بإيقاع شرقي وبنغمة وبصوت تارة يكون حنينا وتارة حزينا وتارة أخرى أوبرانيا قوي. أعتقد يعني يمكن كاظم يفكر بها أكثر من أي شيء، أعتقد يعني هو بعد عن بلده، يعني هذا شيء مهم جدا طبعا، أعتقد أنا بالنسبة لي يعني بعد عن بلده هم يعني هذا الأستاذ تحكي عنه الألبوم والحزن اللي بالألبوم، أعتقد بعد عن وطنه عن بلده هم له تأثير مهم ومباشر على هذه الألحان اللي قدمها. ماذا سيحدث لي؟ ماذا سيبقى في زواج؟